شهرين اسمعنا بالقاع مسجد القاع حدثنا على الترشح. اليوم تحدثوا على الانسحاب من الترشح. قلت قام علينا نقدمه في ترشح وبعد شهرين نجبدوه. بين لي وان احنا في حاجه لرئاسه الجمهوريه اللي تسترجع مكانتها في الدوله التونسيه وتقوم دورها. لا شك في نطاق الدستور وما نسعى عليه الدستور، لكن كذلك نطاق حاجيات تونس المره القادمه. وتبين لي انه احنا في حاجه الى رئيس دوله عنده القدره يكون رئيس دوله حقا، انه يفهم الدوله، يفهم دولة الدولة، يفهم سياسة الدولة، يفهم الإدارة، ويفهم ما يجب أن نقوم به في هذه الدولة، وما يجب أن نقوم به لإصلاح هذه الدولة. يفهم في الشؤون الاقتصادية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون التنموية، لأن في مرحلة تستغني ذلك. رئيس يكون عنده قدرة على استعمال علاقات خارجية متوسعة، علاقات مع العالم الاليهودي، مكن تونس من تحقيق كل الدعم اللي تستحقه مالي وتجاري وغيره وامني كذلك ودعم امني. حاجه شخص اللي عنده قدره انه يجمع التوانسه وما يخليناش ندخل في الصراعات الحزبيه التي عرفناها في المرحله الاخيره، خاصه بين رئاسه الجمهوريه والحكومه. الرساله ليست انه الانتخابات ستكون غير مقبولة أو غير ناجحة أو أن نطلب من الناخبين باش ما ينتخبوش، بل بالعكس أنا أطلب ونأكد أن نطلب من الناخبين باش يكونوا موجودين وينتخبوا ويمشيوا لصناديق الاقتراع، وإن شاء الله ونحب الانتخابات هذه تنجح. لكن الشيء اللي أحب نقوم به أنه نساهم في نجاح الانتخابات. هذاك علاش بقول لكم انه وجود مصطفى نابلي في الانتخابات المحدده مش هو المشكل ومش هو الموضوع الاساسي، الموضوع الاساسي ان ننجح بالانتخابات. ولذلك الترشح الانسحاب صاحب الترشح هذا هو اساسا باش نجلب النظر ونطلب من كل الاطراف ان تاخذ بالاعتبار المشاكل المطروحه وتصلح ما يمكن اصلاحه لكي نتلافى المخاطر اللي تحدثنا عليها. احنا قررنا انه السياسيين ما عادش طرف في هذه العمليه ولا والحمله الانتخابيه بتاعنا توقفت وما نجمش نوصلوا. هذا هو المعنى بتاع الانسحاب. حول المال السياسي انه لابد كذلك من وقفه جريئه وقويه ضد انه المناخ الانتخابي يقع تلويثه بهذه الطريقه. احنا عندنا في تونس اليوم تجربة ديمقراطية ناشئة. تجربة ديمقراطية ناشئة اللي فيها زوز مخاطر واللي قاعدين نشوفها، مخاطر العنف ومخاطر المال الفاسد. ما فماش في التجارب الديمقراطية شيء اللي مجرد يفسد بناء الديمقراطية كيما الزوز هذوما خاصة اللي يجوا مع بعض. الوقوف بصفة قوية وجدية ضد كل ما هو يتحدث أو يمارس أو ينظر للعنف وللإرهاب ولتفريق التوانسة. كل من يقوم بهذا يتيح تحت طائلة القانون. هناك قانون موجود، قانون انتقامي اللي لابد من تطبيقه في أقرب الوقت، وأنه السلطات المعنية كلها تأخذ مسؤولياتها وتتحرك لوقف هذا التمشي اللي قاعد ينخر في العملية الانتقامية وفي الشيء اللي نحن نشوف فيه في المرحلة. هذا الشيء الأول الذي أردت أن أقول أنه فما خطر ونطلب، لأنه ما شفناش تحرك، قعدنا نستناه في التحرك يجي وما يجيش. كيف ما جاش تحرك احنا بدنا نتحرك، نجلب النظر ونطلب من كل السلطات أن تاخذ مسؤوليتها بما فيه الإعلام اللي قاعدين نشوفوا أنهم قاعدين ماشيين يدعموا. وفي السيد مصطفى مرزوق حنقول لهم انه بدعمهم راهم قاعدين يدخلوا يوليوا طرف في الرجوع الى المربع الاول اللي كنا فيه 2012 و2013 بتاع العنف وبتاع الارهاب.
كل من يدعم هذا الترشح هو يعتبر أنه طرف وأنه يرجع فينا ويرجع في تونس لمنطق التقسيم ولمنطق العنف ولمنطق الإرهاب مثل حركة النهضة اللي ربما قاعدين ماشيين في الشيء هذا. كلهم ردوا بالكم لأنهم كانوا يمشوا في الشيء هذا مش باش دعموا الرجوع للإرهاب والعنف أولا، لكن أنكم كل ما قامت به الحركة في المدة الأخيرة من أنها توري نفسها أن هي تنبض العنف وتنبض الإرهاب سيقع خسارة المترشحين الآخرين. أنا قلت سابقا أنه عدد مترشحين كبير برشا وما يعاونش الناخب التونسي على حسن الاختيار، وطلبت أنه كل مترشح اللي ما عندوش حضور جدية ولا الترشح متاعه غير جدا أنه خدمة لتونس ولمصلحة الناخب التونسي ينسحب. احنا حضورنا جدية، حضورنا كبيرة، وقررنا باش ننسحب. حلوا بالشجاعة ويحطوا مصلحة تونس أمامهم وينسحبوا في آخر وقت ممكن باش نتفادى حتى التشدد. الرسالة الثالثة هو أنه واضح اللي الناخب التونسي نطلب منه أنه ينبض كل من يدعم العنف ويدعم الإرهاب، وأطلب من الناخب التونسي أنه يعمل على عدم تشتيت الأصوات.